المطبخ السوري صراحة لا يعلى عليه. والله هو كثير من المطابخ العزيزة على قلبي، المطابخ اللي تعلمت فيها أول شيء الأكل مثل ما بيقول أبجدية الأكل. فأكلاته طيبة سهلة بس كمان بدها شوية هيك حب نفس. شغف لا نفس. شوف الأكل السوري مو سهل، خلينا نكون واقعيين، لف ورق عنب بضلوا بلفوا 15 ساعة، بيجيب دنيا حشيش بركة بيفردوا العجين و15 ألف بس مثل ما بتعرفي هو يعني دائما بيجي بحب، بيجي بالنفس. بيجي يعني بحب مع الوالد الله يرحمه هيك كنت على طول، فكنت ساعده بهيك قصص كلياتها. يخلي لك أحبابك، واكيد دائما لما نحكي عن هذا المطبخ بنتذكر التيتا، بنتذكر الامهات قد ايه بيحطوا حب. نحن لما نحكي عن الشاكريه، ويمكن هي من الوصفات اللي اذا بدنا نفسرها هي عباره عن لبن مطبوخ بينحط بقلبه لحمه. صحيح. كيف تفاصيلها وكيف بنبدا بتحضيرها؟ صح، هلا مقاديرها هي كثير سهله، عباره عن لبن، عندنا كورن فلاور، اليوم رح اضيف عليها كريمه، هي ما بنحط لها كريمه اذا هي التاتش اللي عندك. هي التاتش اللي عندي. سو تقليديا لبن، تقليديا لبن، كورن نشا. أوكي. طبعا في عندهم النشا الاخضر. نحن اليوم رح نستعمل كورن فلاور في نوعين، وفي عندنا الحليب. اوكي. طبعا عم تستعمل لبن وحليب ونشا. تماما. واليوم رح نضيف لهم الكريمه والبيض. اوكي. هلا البيض بس نضيفه هو اوبشنال. نضيف البيض بيعطيها كثافه تخثر وبتطلع معنا الطبخه مضبوطه 100%. هلا شف شبشول بدي اسالك، بما انه يعني بما انه عم نحكي عن وصفه تقليديه، في كثير ناس بتستعمل البيض وفي ناس تستعمل بس النشا. مثلا انا صراحه بطبخ اللبن سواء للششبرك او للكبه او شيء بدون استعمال بيض ابدا. تمام. شو الفرق، وانت كونك شف بشو بتنصح؟ طب هلا مثلا لما بنكون بالفنادق بدنا نطبخ كميات كثير كبيره ما بنستعمل البيض، انا بالبيت بحط بيض لانه بيكون يمكن بيفسد معنا اسرع. اكزاكتلي. لانه لما نحطهم بالفندق تقريبا بتقعد معك 4 أيام 5 أيام، اما بدك تطبخيهم بالبيت طيب بدها تاخذ تقريبا يومين بالبراد. أوكي. وبس نستعمل البيض لازم نستعمل الحليب. اوكي. ليش؟ لانه بتعرف البيض في صفار بيض، لما بنحطه باللبن فبيطلع لونه شوي على مو الابيض الداكن، بيطلع شوي غامق، فبنحط له الحليب لحتى يعطيك الابيض الناصع. والله انا يعني معلومات حلوه، يعني صح هالمطبخ يمكن بنقول بيفرق من منطقه لمنطقه، يعني اهل الشام غير اهل حما، غير حماصنه غير الحلبيه. فخلينا نقول اليوم نحن حنعملها على طريقتك شيف. خلينا نبدا باول شيء اللي هو جزء المهم كثير، اللحمه. اللحمه عندنا لحمه الموزات، انا دائما بقول انه لحمه الموزات هي من أطيب اللحوم. وأنا كتير بحب لحمة موزات الغنم هيك. تماماً. مطبوخة صح. لحط شوية زيت زيتون وشوية كورن أويل، يعني عم تخلط بين الزيت الزيتون والزيت النباتي. تمام. العادي أي زيت. هلا مثل ما بتعرفي أنت اللي بيحب يستعمل زيت زيتون أوكي، بس لازم يديروا باله لأنه زيت الزيتون على نار حامية كتير بيحترق أو بيمرمر. طيب شيف، نحن دائما للضيوف اللي بيجوا لعنا لازم بيحطوا لهم باودر مشان الميك اب. والله انا اليوم ما قالوا لنا انه جمال السوري ما بده ما بده ميك اب ابدا. والله هيك اقنعوني اليوم. طيب رح نحط الباقه العطريه. اوكي. شو استعملت فيها اليوم؟ جزر، ثوم وبصل. اوكي. بعدين رح احط البي ليفز. اليوم حظنا حلو الاندكشن شغال مزبوط. لا 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 النار تمام، نحن معانا هون مسيطرين على الوضع.